السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هجاوب النهارده على سؤال الامهات: الجبنه المثلثات للاطفال والرضع مفيده ولا مضره؟ خليكم معانا. في البدايه وقبل ما اجاوب على السؤال ده، لازم ااكد على قاعدتين مهمين جدا في تغذيه الاطفال بشكل عام. القاعده الاولانيه: خير الامور الوسط. اي اكلة في الدنيا حتى لو كانت مفيدة جدا، الاسراف في ان احنا نديها للطفل او ان احنا نديها للطفل بكميات كبيرة وبشكل متكرر، ده ممكن يحول الاكلة دي من اكلة مفيدة لاكلة مضرة. لازم لما نيجي ندي الاكل للاطفال ندهوله بشكل وسط، من غير افراط في استخدامه ومن غير تفريط. خير الامور الوسط، دي القاعدة الاولى. القاعدة التانية: كل ما كنا قريبين للطبيعة كل ما كان الأكل ده صحي أكتر ومفيد أكتر. كل ما كان الأكل مصنع أكتر أو داخل فيه مواد صناعية، كل ما كانت فوائده أقل وأضراره أكتر. القاعدتين دول مهمين جدا جدا في تغذية الأطفال. هقول كلمتين على السريع كده عن منتجات الألبان علشان كل الناس تعرف إحنا بندي منتجات ألبان للأطفال إزاي. منتجات الألبان مسموح بإعطائها للأطفال من بعد الشهر السادس، يعني لازم الطفل على الأقل يتم 6 شهور كاملين وبعدين نقدر ندخل منتجات الألبان. لكن شرب اللبن، سواء اللبن البقري أو الجاموسي أو لبن الإبل أو الأغنام أو أي نوع من أنواع اللبن، بيتاخد بعد عمر سنة. ممنوع الطفل يشرب أي نوع من اللبن العادي، البقري او الجاموسي او الاغنام او الابل او اي نوع، الا لما الطفل يتم سنة. طب ليه مسموح لنا ندي منتجات الالبان من بعد الشهر السادس واللبن من بعد عمر سنة؟ سؤال اتسألته كتير جدا، جاوبت عليه قبل كده بس هجاوب عليه تاني. اللبن في صورته الخام بيبقى البروتينات اللي موجودة فيه اسمها هاي موليكولار ويت بروتين، يعني بروتينات تقيلة شوية او كبيرة في الحجم. والبروتينات دي بتعمل للأطفال 3 مشاكل. أول حاجة بتبقى صعبة في الهضم والامتصاص على الجهاز الهضمي بتاع الطفل. تاني حاجة بتعمل حمل زايد على الكلى بتاعة الطفل. تالت حاجة علشان حجمها كبير شوية فممكن تثير جهاز المناعة بتاع الطفل بسهولة وتدخلنا في حساسية بروتين اللبن أو حساسية الطعام بوجه عام. دول 3 مشاكل اللي بيتعرض لهم الأطفال لو ادينا لهم الألبان بشكل خام قبل عمر سنة. والمقصود هنا بالألبان هي كل صور الألبان، اللبن بصورته المركزة أو حتى اللبن المخفف، لأن بعض الأمهات بيقعوا في الغلطة دي ويدوا الأطفال اللبن البقري أو أي نوع تاني بشكل مخفف ويقولوا احنا كده مسموح ان احنا نديه للاطفال. لا، الكلام ده غلط، لان اللبن المخفف برضو البروتينات اللي موجودة فيه تقيلة جدا ولازال الطفل بيتعرض لنفس مشاكل اللبن العادي. لكن منتجات الالبان، البكتيريا اللي بتشتغل على اللبن علشان يتصنع منها المنتج ده، سواء ده زبادي او جبنة بيضة او اي نوع من منتجات الالبان، البكتيريا دي بتكسر البروتينات بتاعة اللبن الخام وتحوله لبروتينات صغيرة في الحجم اللي هي اللو موليكولار ويت بروتين. والبروتينات دي بتبقى سهلة في الهضم والامتصاص وبتبقى خفيفة على الكلى، والطفل ما بيتعرضش بشكل كبير لحساسية بروتين اللبن. علشان كده ينفع ندي منتجات الألبان من بعد الشهر السادس، ولكن اللبن نفسه بيتاخد بعد عمر سنة. الكلام اللي أنا بقوله هنا هو الكلام في الحالات العادية، الأطفال اللي عندهم حساسية بروتين اللبن أو عدم تحمل اللاكتوز، دول ليهم نظام تاني خالص، الطبيب المعالج هو اللي هيحدد النظام ده طبقا لشدة الحالة. ما ينفعش حد يسأل دكتور على النت يقول له أنا ابني عنده حساسية بروتين لبن أو عنده عدم تحمل لاكتوز، إمتى أقدر أدخل له منتجات الألبان؟ السؤال هنا خاطئ، لأن ما عندناش نظام غذائي ثابت لكل الأطفال. كل طفل بيتحط له نظام غذائي طبقا لحالته هو. يعني في أطفال عندهم حساسية بروتين لبن ممكن نحاول ندخل لهم منتجات الألبان قبل عمر سنة، أطفال تانية هندخل بعد سنة، أطفال تالتة بعد 2 أو 3. كل طفل هيختلف النظام الغذائي المناسب ليه هو طبقا لحالته. فالشخص الوحيد اللي ينفع يقول هندخل منتجات الألبان إمتى
للطفل اللي عنده حساسية بروتين اللبن أو عدم تحمل لاكتوز هو الطبيب المعالج فقط. كده أنا جاوبت على موضوع منتجات الألبان وشرب اللبن بالنسبة للأطفال وإمتى نديهم. ومنتجات الألبان زي ما احنا عارفين زي الزبادي أو اليوغورت وزي كل أنواع الجبن اللي بتتصنع من اللبن الطبيعي. نيجي بقى للسؤال بتاع النهاردة، الجبنة المثلثات وضعها إيه في النظام الغذائي بتاع الطفل وهل هي مفيدة ولا مضرة؟ الجبنة المثلثات بتتصنع بشكل أساسي من زيوت نباتية مهدرجة وبيضاف إليها كمية صغيرة من اللبن وعادة بيبقى لبن بودرة والنسبة اللي بتتحط بتختلف من شركة للتانية، لكن في الأساس الجبنة المثلثات بتتصنع من زيوت نباتية مهدرجة ما بتتصنعش من لبن طبيعي. ده يرجعنا للقاعدة اللي أنا قلتها في أول الفيديو، كل ما كنا قريبين للطبيعة كل ما كان الأكل أحسن، كل ما رحنا ناحية الأكلات المصنعة كل ما الأضرار زادت. في حالة الجبنة المثلثات أنا ما بفضلش استخدامها للرضع والأطفال، أو حتى لو استخدمناها بلاش نصرف في استخدامها لأن الإسراف في استخدامها ليه بعض الأضرار. الأضرار دي جاية من إن الجبنة المثلثات غنية جدا بالدهون المشبعة. الدهون المشبعة الإسراف في استخدامها أو في إعطائها للأطفال هيعرض الطفل لكذا مشكلة صحية. أول حاجة بيعرض الطفل لحدوث السمنة، إن الطفل يبقى وزنه زايد ويدخل في سمنة، وده هيعرضه بعد كده لما يكبر لمشاكل القلب والشرايين لأن نسبة الكوليسترول الضار في الجسم بتبقى عالية، وبيعرضه برضه لما يكبر لمشاكل ارتفاع ضغط الدم، وكمان بيزود من احتمالية إصابة الأطفال لما يكبروا بمرض السكر. كل دي مشاكل الدهون المشبعة اللي موجودة بكمية كبيرة جدا في الجبنة المثلثات. الجبنة المثلثات 75% من تكوينها دهون مشبعة، ودي نسبة كبيرة جدا جدا. كمان الدهون الكتير اللي موجودة فيها بيخلي السعرات الحرارية اللي فيها عالية جدا، وده بيحسس الطفل بالشبع وبتخليه ما ينوعش في أكله بشكل كبير جدا، بالإضافة لأن الجبنة المثلثات بيبقى فيها مواد حافظة ومكسبات طعم، وطبعا احنا عندنا تحفظ كبير جدا على استخدام المواد الحافظة ومكسبات الطعم في أي حاجة الأطفال بيأكلوها لأن ليها أضرار كبيرة على الأطفال، وهعمل فيديو بعد كده أتكلم فيه بالتفصيل عن الموضوع ده لأنه مهم جدا. طيب طالما الجبنة المثلثات فيها الأضرار دي كلها، ليه الأمهات بيحبوها أو ليه بيستخدموها؟ بيستخدموا الجبنة المثلثات لأن ليها بعض المميزات، مش هقول فوائد لكن هقول بعض المميزات. أول المميزات دي إن الجبنة المثلثات قوامها بيبقى طري فبيبقى سهل البلع وسهل الهضم على الطفل. الحاجة التانية عادة الأطفال بيحبوا طعمها لأن زي ما قلنا فيها مكسبات طعم وبيبقى فيها نسبة ملح، والأطفال بتحب الطعم ده أو بتتعلق بيه. الحاجة الثالثة الشركات المنتجة للجبنة المثلثات عادة بتبني الحملات الدعائية بتاعتها على احتواء الجبنة المثلثات الغني جدا من الفيتامينات والمعادن. الجبنة المثلثات فعلا فيها فيتامينات وفيها معادن وفيها كالسيوم، بس مش بالأرقام الكبيرة جدا اللي بيبقى مبالغ فيها في الحملات الدعائية. أي نعم هي فيها كالسيوم وفيها فيتامينات ومعادن، ولكن برضو الجبنة الطبيعي فيها كالسيوم وفيها فيتامينات وفيها معادن ويمكن أكتر كمان من الجبنة المثلثات، لأن الجبنة المثلثات عادة محتواها من الفيتامينات والمعادن بيبقى مضاف للجبنة أثناء تصنيعها أو بتبقى فورتيفايد أو مضاف إليها، بعكس منتجات الألبان المصنعة من اللبن الطبيعي بيبقى محتواها من الفيتامينات والمعادن هو محتوى طبيعي موجود في اللبن بالفعل. طيب نرجع للسؤال تاني، الأطفال نديلهم جبنة مثلثات ولا ما نديلهمش؟ الإجابة بصراحة لو ينفع ما ندخلش الجبنة المثلثات في النظام الغذائي للطفل يكون أفضل، لأن زي ما قلنا ليها بعض الأضرار واللي أنا شايف إنها كتيرة شوية أو أكتر من المميزات اللي بتقدمها. ولكن لو الطفل متعلق بيها أو حضرتك بالفعل دخلتيها في نظامه الغذائي يبقى لازم تديله كميات قليلة جدا 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 علشان الطفل ما ياخدش دهون كتير وندخل في المشاكل بتاعت الدهون المشبعة. أنا شايف إن الأطفال من عمر 6 شهور لعمر سنة ما ينفعش ياخد أكتر من قطعة واحدة بس في الأسبوع كله،
الأطفال من عمر سنة لثلاث سنين ما ينفعش ياخد أكتر من قطعتين في الأسبوع كله، ومن بعد ثلاث سنين ما ينفعش ياخد أكتر من ثلاث قطع فقط في الأسبوع كله. المقصود بالقطعة هنا هي المثلث الواحد، دي الكمية اللي تبقى معقولة شوية وممكن ما تدخلناش في الأضرار بتاعة الجبنة المثلثات. ولكن هعيد تاني، لو حضرتك ما دخلتيش الجبنة المثلثات في النظام الغذائي بتاع الطفل يبقى الأفضل ما تدخليهاش، لأن عندنا بدايل تانية كويسة جدا وأكتر فايدة. طيب إيه هي البدايل بقى اللي ممكن نديها للطفل بديلة عن الجبنة المثلثات؟ أول حاجة عندنا الزبادي، تاني حاجة كل الجبن المصنعة من اللبن الطبيعي، وعلى رأسها الجبنة القريش أو الجبنة الفلاحي اللي بتتصنع بشكل كويس جدا دلوقتي من الألبان المبسترة وموجودة بشكل كبير في السوبر ماركت. وعندنا أنواع كتيرة جدا من الجبن المصنعة من الحليب أو اللبن الطبيعي، والموضوع هنا على فكرة بيختلف بشكل كبير جدا من بلد للتانية، ولكن كل أم بتأكل ابنها لازم تتأكد ان منتجات الألبان اللي بتديها له او الجبنة اللي بتديها له مصنعة من اللبن الطبيعي. عندنا الجبنة الجودة، وعندنا الجبنة القريش، وعندنا الجبنة الشيدر، وعندنا الزبادي، وعندنا الجبنة البارميزان، وعندنا انواع كتيرة جدا من الجبن المصنعة من الحليب او اللبن الطبيعي. الحاجات دي كلها كويسة جدا ان احنا ندخلها في اكل الطفل، ولكن نحاول نختار انواع من الجبن ما يكونش فيها ملح خالص، او الملح فيها يكون خفيف جدا، خاصة للاطفال من عمر 6 شهور لعمر سنة، لان زي ما احنا عارفين ما بنحبش الاطفال في الفترة العمرية دي انه ياخدوا حاجة فيها ملح او الملح يبقى كتير في اكلهم. يبقى الجبنة المثلثات انا شايف ان اضرارها اكتر من فوائدها، خاصة لو احنا اصرفنا في استخدامها او بنديها للاطفال بشكل يومي. الافضل ان احنا ما نديهاش للاطفال ونستبدلها بمنتجات الالبان المصنعة من الحليب واللبن الطبيعي، ده افضل بكتير جدا من الجبنة المثلثات. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.